بسم الآب والابن والروح القدس، أمين. أسبوع الخامس من العنصرة، نهار السبت. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. متى 10:40-11:1. قال الرب يسوع لتلاميذه: من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل من أرسلني. من يقبل نبيا لأنه نبي ينال أجر نبي. من يقبل صديقا لأنه صديق ينال أجر صديق. ومن سقى كأس ماء بارد أحد هؤلاء الصغار لأنه تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لن يفقد أجره. ولما أتم يسوع وصياه لتلاميذه الاثني عشر، انتقل من هناك ليعلم ويكرز في مدن اليهود. الإنجيل أخوتي بيختصر، بيرجع كل اللي تأملات اللي عملناها هالأسبوع. كلام ربنا بيكون واضح، بيوحد حاله فينا، بيوحدنا فيه، لأنه الكلمة بس تدخل بالعقل بالصف هي والعقل واحد. قصة صغيرة هيك بعطيكم إياها، بدلها أنا وكتار ناس. بقول له ليك حبيبي، إذا أعطيتك ليرة وأعطيتني ليرة، كل واحد بفل على بيته، شو بيكون كل واحد معه، زيادة أو نقص؟ بقول لا زيادة ولا نقص. بس إذا أعطيتك فكرة وأعطيتني فكرة وفلينا على البيت، شو بيكون كل واحد معه؟ كل واحد بيكون معه فكرة زيادة. فكرتك ما بقى تشيلها، ما بقى تروح من مخك، وفكرتي ما بتروح من مخك، لأنه الشيء بفوت بهالدماغ، كلمة بفوت بدماغ، الفكرة هيدي مكسب، ما بتقعد تروح دعان إذا إيجابية ومنيحة وبالنقة. إذا مأزية كمان ما بتروح، بالعكس بتعمل ضغينة وحقد أوقات كتير، بصير واحد بده 100 معالجة تحت يشيل كلمة الشر يلي إذا سمعها اللي نهين فيها اللي احتقرته. إذا هذا الدماغ هو الأساس يلي يسوع بيتعاطى معه، لأنه هو الكلمة، والكلمة هي للدماغ، والدماغ هو للكلمة، وإلا نحن ما اسمنا إنسان. إذا اسم نسان ناطق لأنه عنا عقل، والعقل للكلمة والكلمة للعقل. من هون اللي بيقبلكم بيقبلني، يعني لأنه عم بيقبل كلمتي. أنا مش عم بروح لعندك حتى لقول لك كلامي، عم بقول تقول كلام يسوع. إذا قبلتوني قبلتوا كلمة يسوع، وإذا رفضتوني رفضتوا كلمة يسوع. وفي كتير مبشرين هيك للأسف استغلاليين بيستغلوا هالكلام تحت لي يضربوا عواتر حساس، تجروا المؤمنين المسيحيين إلى بدع، بدنا ننتبه منها هاي. ومن يقبل صديقا لأنه صديق ينال أجر صديق، لأنه كلام الرب هو الصدق. وعندما تكون كلمة الله براسنا ما فينا نكون إلا صديقين، أي الذين يصدقون الآخر ويعطون من كل قلب. ومن سقى كأس ماء بارد أحد هؤلاء الصغار، هلا هيدي بيحكي كمان للي عم يستقبلونا، أنتو وأنا أولاد ربنا الآب السماوي، أولاد العذراء مريم اللي رايحين حاملين كلمة السلام، حاملين كلمة ربنا، اللي بيسقينا نقطة مي، نحن صغار الملكوت. وكتير أنا بفتخر بصفة إنه أنا كون صغير الملكوت، كون أنا من أطفال الملكوت مثل ما حكينا. فالحق أقول لكم هذا اللي بيسقيني كباية مي لأنه أنا باسم يسوع أجره ما بيضيع. وهون أنهى يسوع توصياته، أمر المهمة السلوكية اللي بدنا نسلكها، الأعمال اللي بدنا نعملها، التنبيهات اللي بدنا نتنبه لها مشان ما نحبط، ما نخاف، ما نتردد، نتراجع، نهرب. وثم المكافأة اللي بيوعدنا فيها دايما بالمعاد، ليس في هذا العالم، في العالم الآخر، من بعد ما يكون حملنا الصليب ومتنا مثله على الصليب وغفرنا مثله على الصليب، هناك المكافأة والعقوبة لمن لم يقبل كلمة الله. فلا تكون فيه كلمة الله، والحق يحرر. والله معكم.